فيما يخص الحجر. ندخلوا المرحلة الثانية وين الحالة؟ نحكموا المناطق النقاط المعروفة على القطاع ونديروا مجهودات إضافية كبيرة لي. تنفيذا لقرار متضمن تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي عبر إقليم بعض بلديات الولاية بداية من الساعة 4 مساء إلى غاية 5 صباحا من تاريخ 18/7/2020 بالبلدية التالية الوادي جامعة مغير كوينين. سطر أمن ولاية الوادي عبر كامل اختصاص مصالحنا مخططا أمنيا شاملا يهدف إلى ضمان التزام المواطنين بإجراءات الحجر المنزلي الجزئي. هذا المخطط يعتبر استبارة لمجموع الإجراءات المتخذة سابقا، ويدعو أمن ولاية الوادي جميع مواطني الولاية بالالتزام بمضمون القرار واحترام مواقيت الحجر الجزئي.